إذن مشاهدينا السلام عليكم في هذا البث المباشر اللي كنقلوه لكم اليوم من مدينة المحمدية. كما كتشوفوا بالصورة هذا هو زين الجلد اللي كيطلق هذه الأدخنة السامة والمضرة في السماء ديال مدينة المحمدية وسط أحياء سكنية كثيرة كما كتشوفوا بالصورة في اليمين وفي اليسار. كما كتعرفوا مدينة المحمدية كتعاني من التلوث بواحد الشكل حاد من عدد كبير من المصانع، ها الغبار الأسود، ها الأدخنة السامة. راه ملي كنقولوا وزين الجلد راه كنقولوا واحد المصنع اللي العمل فيه بطبيعة الحال كيكون صعيب بحكم الروائح ديال الجلود والروائح ديال هاد الأدخنة هادي اللي منبعثة من ماكينات اللي كيعصروا الجلد اللي كينشفوا الجلد اللي كينتجوا منتوجات من الجلد كما كتشوفوا بالصورة. فوالا كما كتشوفوا بالصورة الأدخنة غادا وكتصاعد من هاد المعمل هذا وسط هاد الأحياء السكنية الكثيرة اللي كاينة. إذا المشاهدين اللي انضموا لنا في المشاهدة، سموم في سماء مدينة المحمدية من كتنبعث من واحد من الشركات القدام بالمدينة اللي ولات كتوسط الأحياء السكنية بالمدينة واللي جا في واحد الموقع استراتيجي كما كتشوفوا بالصورة. للأسف الشديد، للأسف الشديد هذا هو الوضع هنا فين كيخص يدخلوا بطبيعة الحال أولا المسؤولين المعنيين بالبيئة. بطبيعة الحال في الجماعة المحمدية كاين المصلحة اللي كتهتم بالبيئة واللي كيترأسها النائب الأول أحد النواب ديال الرئيس ديال الجماعة اللي هو سعيد عبد اللي مكلف بالبيئة، خدا هذا المنصب مؤخرا. كنتبناوه يبان على أرض الواقع، ما بغيناش المناصب كدير بحال هكا في الاجتماعات وكتقيد في محاضر وكتبقى بدون تفعيل. هنا فين كيبان المسؤول اللي خاصو يفعل العمل ديالو، هنا فين خاصو يبان. هنا كنا كنتمناو يكون واقف معنا هنا ونطرحوا عليه مجموعه ديال الاسئله ويعطينا اجابات شافيه وحلول ناجعه لهذا المشكل هذا ديال هذه الادخنه السامه اللي كتضر الجميع، كتضر حتى هوايا. خاصو يعرف هو هذه القضيه هذه، حنا ما كنتحاملوش دابا عليه ولا هذا، وانما كنوضعوا النقاط فوق الحروف. المسؤول اللي خدا المنصب ديال شي حاجه خاصو يتحمل المسؤوليه ديالها، والا ما تبقاش غير حبر على ورق فقط. والمسؤول دائما كنقولوها، المسؤول اللي ما قدش على شي مسؤوليه بطبيعه الحال يقدم الاستقاله ديالو. هذه دائما كنقولوها، هذا هو الشعار ديالنا، وهذا راه ماشي عيب. يعني كما كتشوفوا هذه راه سموم قاتلة كتنبعث من واحد من المصانع المعروفة والقديمة بالمحمدية اللي هي وزين الجلد، وكيتوسط أحياء سكنية كثيرة. الناس كتعاني في مدينة المحمدية من عدد كبير من الأمراض في غياب بطبيعة الحال مستشفى إقليمي شامل اللي يكونوا فيه جميع التخصصات. كيتزادهم هذا الوضع البيئي الكارثي على غياب مستشفى إقليمي. كما كيقول المثل، ما قدوه فيل زادوه فيله. هانتوما كما كتشوفوا بالصوره السبيطار ما كاينش والسموم هي كتنبعث. كنتمناو عاجلا ان دار اللجنه تفقد هذه الشركه هذه وتوقف على هذه الادخنه. كما كتشوفوا الان بالصوره كاينه واحد المضخه حداها اللي هي معطله، في حين الان الادخنه كتنبعث من جهه اخرى. ما عرفنا منين كتنبعث هذه الادخنه هذه، كون كانت هذيك المضخه الاخرى خدامه كون ربما فيها شي مصفات اللي كتصفي هذه الادخنه كترجعها بيضاء. بطبيعه الحال احنا ماشي متخصصين في هذا المجال هذا، ولكن بطبيعه الحال هذا غير حل مؤقت بين ما هذه الشركه توضع عليها واحد الحل نهائي. اذا كما كتشوفوا بالصوره سموم كتنبعث من شركة ديال وزين الجلد معروفة بمدينة المحمدية. وكما قلت لكم خاص المسؤولين المعنيين بالبيئة أو المصالح المعنية بالبيئة بجماعة المحمدية تحرك، وأيضا هناك مصالح بالجماعة ديال المحمدية مهتمة بالبيئة تحرك، وأيضا هناك جمعيات متخصصة بالبيئة اللي كنتمناها تظهر وتبان على أرض الواقع.
إذن نكتفي بهذا القدر هذا من هذا البث المباشر اللي نقلنا لكم مباشرة من مدينة المحمدية، أدخنة نارية سامة مضرة للصحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى كانت باعت من هذه الشركة هذه. إذن دمتم بخير وإلى اللقاء.